مساء الخير يا دكتور، عندي كرياتينين دايما 1.2، هل ده طبيعي؟ ثابت على كده من 5 سنين، عملت سونار كله تمام بس شوية دهون على الكبد. جميل جدا جدا يا علاء يا هدية. الكرياتينين مادة يعني احد نتائج التمثيل الغذائي في الجسم، مادة، وهذه المادة المسؤول عن اخراجها مادة مش لطيفة، ما يجبش تقعد في جسمك، فربنا مدي امر للكلى ان هي اللي تخرجها. يا كلى خرج الكرياتينين سمعا وطاعة، فالكلى بتطلع الكرياتينين، فالكرياتينين يبقى له رقم، مش معقول الكلى هتطلع الكرياتينين يبقى 0، انما هيبقى 9 من 10 او 1. خلاص صاحب الرسالة بيقول ده 1.2، طبعا ده مش طبيعي، احنا بنقول من 9 من 10 لواحد وواحد من عشر، 1.2 علي 1 من 10، لكن 1 من 10 دي مهمة جدا، ما تستهونش، دي مهمة جدا. طيب تعال بقى يا علاء نشوف الواقع ايه. لو كرياتينينك 1 وبعد اسبوع بقى 1.1، وبعد اسبوع بقى 1.2، وبعد اسبوع بقى 1.3، يعني بيزيد 1 من 10 كل اسبوع، متخيل معايا؟ تقول لي طبعا متخيل. واحد كرياتينين ثلاثة، احنا الطبيعي 9 من 10، كرياتين ثلاثة وثابت، بقيس له بعد شهر 3، بعد شهر 3، هو الثلاثة هو ده احسن من اللي بيزيد كل شوية. تخيل، مع ان 3 اقل من 1.1 1.2 1.3، ده لسه في الواحدات، لكن احنا دايما نشوف خطورة الحالة في الكلى، خطورتها بمعدل الارتفاع، هو بيعلى كرياتين كل قد ايه، هو ده اللي يقول لي ده انا يعني عندي عيان مثلا او عيانين كرياتين 3 لكن ثابت، ما يخوفنيش، طبعا له علاج طبعا بس ما يخوفنيش قوي. ليه؟ لان الارتفاع هو اللي يخوفني. انت بتقول ده 1.2 وبقى له 5 سنين، ده احنا نرفع لك القبعة ونرفع للكرياتينين القبعة. لماذا؟ ده 5 سنين 1.2 ده رقم رائع، ولكن تكر. تقول لي اتكر من ايه؟ كمية المية اللي بتشربها، لازم نعمل لك حاجة اسمها توازن سوائل. توازن سوائل، كمية المية اللي بتشربها مهمة جدا جدا جدا. 2، كمية البروتينات الحيوانية اللي بتاكلها. تقول لي يعني ايه بروتين حيواني؟ يعني لحمة او فراخ او جمبري او سمك، كل دول تحت بند واحد، اللي بتاكلهم دول نخلي بالنا. نمرة 3، هيجي رمضان هنقول لك يا علاء يا هدية ممنوع الصيام، ما تزعلش، لان قلة المية على مدى 18 ساعة قد، خلي بالك من قد تتسبب في ارتفاع الكرياتينين، ودي حاجة مش لطيفة. فدكتور قال لك ما تصومش، انتهى خلاص، هنراقبه ونشوف. انت بتقول عملت موجات صوتية على الكلى لقيتها تمام، احمدك يا رب. هل ممكن الموجات الصوتية اللي على الكلى تفيدني في الكرياتينين؟ طبعا. افرض واحد الحوالب مقفولة، طبعا وظائف الكلى هتعطل والكرياتين هيعلى، بس ده له جراحة، ده اللي هيعالجه أستاذ مسالك بولية مش بتاع كلى، لأن عنده حلبين مقفولين سواء بتليف أو أي حاجة أو حصى أو أي حاجة. الموجات الصوتية زي ما بتطلع حالة الحالب في اختناق، لا بتطلع أنسجة الكلى، هل أنسجة سليمة ولا بايظة؟ حجم الكلى هل صغير ولا بحجم الطبيعي؟ فمفيدة جدا جدا. أنا بعتبر موجات صوتية على القلب رقم 1، موجات صوتية على الكلى رقم 2، ثم بقى الكبد والطحال والرحم، لكن الكلى مهمة جدا الموجات الصوتية فيها.
فهنعمل احنا واحد واتنين من عشرة بدم ثابت ما يخوفش، مفيش داعي للصيام، هنعمل لك توازن سوائل. واحد يقول لي يعني ايه توازن سوائل؟ يعني خلي كمية المية كافية ما نعطش. تقول لي يعني طب انا عايز احسبها، اقول لك احسب بولك قد ايه، احسب بولك قد ايه. البول مثلا لتر، يبقى انت مفروض تشرب مية لتر ونص، احنا بنزود نص لتر على حجم البول. من الحاجات اللي ضحكتني جدا جدا جدا، كنت بشرح هذا في كلية الطب في المدرج، بقول العيان ياخد بوله و500 سنتي. فبعد المحاضرة جالي طالب قال لي مش بوله طعمه وحش؟ غيرت الجملة، ياخد حجم بوله و500 سنتي. فاحنا ده توازن سوائل. ساعات نحتاج ازيد، هقول لك ساعات احتاج ازيد، يعني بدل لتر انت بتجيب لتر، بدل ما اديك لتر ونص اديك لترين، حسب حالتك وحسب تحاليل اللي طلعت. انما تكر ممنوع الصيام، تكر ممنوع البروتينات بشدة، تكر ضغطك اوعى يعلى، اوعى تحليل بولك ما يكونش فيه التهابات صديد، كل الحاجات دي مهمة جدا للحفاظ على الكلى. انت كلوتك تقول لي اي واحد كده، اقول لك لا، الكرياتين بتاعه 9 من 10 خلاص ما عندناش مشكلة، انما ده 1 و2 من 10، فده بنخاف عليه لا يعلى. احسن كلمة قالها في الرسالة ان هذا الكرياتينين بقى له 1.2 من 10 5 سنين. دي حاجة كويسة جدا جدا، اتمنى لك يا رب الصحة والعافية وتبقى زي الفل يا علاء يا هدية. ماما عندها 48 سنة، عملت عملية الغدة، طبعا هي اصدار الغدة الدرقية طبعا، شالتها بس كان في جزء سليم موجود ما استأصلش، فكل شهرين بتعمل تحليل عشان نشوف النسبة. اخر تحليل طلع تي اس اتش 5.7 من 10، الدكتور اداها جرعة معينة من الدواء، بعد ما كانت بتاخد 50 بقى اديها 100. ضربات قلبها زادت قوي وتعبت، فالدكتور قال لها نرجع ل50 تاني. هي كده ماشيه صح ولا غلط؟ طبعا صح طبعا، انت مع دكتور. على فكره دكاتره مصر سوبر، انا رحت امريكا ورحت فرنسا، اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم يمين اتحاسب عليه، الدكتور المصري لا يقارن بالناس دول. تقول لي طب امال اللي بيتعب يروح امريكا ليه؟ السيستم. الطب مش دكتور، الطب مش دكتور، الطب منظومه ممرضه ودكتور وجهاز ومستشفى وفلوس ونظافة وإدارة. أحسن واحد في المنظومة دي في مصر الدكتور، وأسوأ واحد في المنظومة دي بره الدكتور. دكتور بره مستور، مستور باللي بيعملوه ما يغلطش، إنما احنا هنا ساعات يبقى في نقص في حاجة أو ما بتتعملش لعدم إمكانية. إنما الدكتور المصري اوعى حد يشك فيه، الدكتور المصري قوي جدا جدا جدا، خاصة لو ما اكتفاش بالبكالوريوس. يعني أنا دايما في حفلات التخرج أقول لهم البكالوريوس اللي خدته ده شهادة إنك، لا مش دكتور، شهادة إنك تنفع دكتور. اللي معاه البكالوريوس الطب والجراحة ده ينفع يبقى دكتور، إنما لازم تختار فرع جراحة بطنة صدرية قلب نسا جلد عيون اللي انت عايزه، وتاخد فيه شهادة اخرى او شهادتين او ثلاثة، هو ده اللي احنا بنحترمه. فانت الدكتور بتاعك ماشي صح جدا، عمر ما حد يعني قليلا، بلاش عمرا، قليلا لما نشيل الغدة كلها، قليلا جدا لما نشيل الغدة كلها. طيب مال بنشيل ايه؟ بنشيل ثلاث اخماس، ثلاث اخماس على الناحيتين، ونسيب الخمسين يعيش العيان، قد الخمسين يكونوا كفايه، قد يكونوا كفايه وقد يكونوا مش قليلين. ايه اللي بيبينهم؟ التحليل اللي انت عملتيه تي اس اتش، تي اس اتش لو علي يبقى ده الغده انا محتاج مساعده. بدانا بجرعه 100 طلعت كتيره، ماهيش مشكله، مش عيبه، هرجعها ل50 وافضل. ممكن ال50 دي هتبقى 75،
بعد شويه ممكن 50 دقيقه ارجعها 100 تاني حسب التحليل بيطلع ايه والاعراض. والاعراض الاعراض مهمه جدا جدا يا بنتي في الغده بالذات. نشاط الغده اعراضه سهله واكيد والدتك عارفاها كويس اللي عملت عشانها العمليه. نشاط الغده عرق، خسيه، خس مع ان الشهيه حلوه جدا، بياكل كويس جدا، ضربات قلبه سريعه، يتنرفز من اي حاجه، اي حاجه تلاقيه متوتر جدا جدا، فدي الاعراض سهله. طب لو الدواء زياده الاعراض هتيجي، الاعراض دي كلها هتيجي وانت اكتشفتيها والدكتور بتاعك ما شاء الله عليه، ما شاء الله راجل عمل اللازم، لقى ان الهرمون وطي فابتدى يغير الجرعه. وكل علاج معظم الحاجات في الطب بنسميها كلمة احفظيها يا مي، احفظيها، ترايل اند ايرور، المحاولة والخطأ، المحاولة والخطأ. عيان ضغط جالي، خد الأدوية دي، غلطة المريض المصري لو ما استجابش يروح لدكتور تاني. أنا رحت لفلان وكتب لي الدواء ده للضغط وضغطي ما نزلش، طب ما حدش قال لك ده انت هتروح له تاني هيعدل. ليه؟ المحاوله والخطا. انا بحاول اول معاك وعايز اشوفك بعد اسبوع الضغط اتظبط احمدك يا رب، الضغط ما اتظبطش هزود. كذلك الغده، الغده دايما العلاج محتاج مع العلاج التحليل. ان اذا ما عملش التحليل ابقى غلطان، ابقى غلطان جدا.